هذا يأتي في منظومة جديدة احنا بديناها السنة هذه، اللي هي حاولنا نكون المهرجان السينمائي في دبي طول السنة، فهذا نسميه طريق إلى مهرجان دبي السينمائي. هي أفلام تأتي من جميع أنحاء العالم، وقتها طبعا قبل المهرجان، ولكن نحن نعمل ندخل مع الشركاء نقدم الأفلام مع جمهورها ومع مخرجينها أو حتى أبطال الفيلم في وقت غير عن المهرجان، وهي طريق يؤدي نستعد لمهرجان دبي السينمائي. هذا اليوم فيلم نيوزيلندي جميل جدا مع نجومه موجودين اليوم معنا في دبي، على اساس انه وقته قبل المهرجان، ولكن حبينا نحن دائما نجيبه للجمهور حتى لو انه خارج الثمان ايام للمهرجان. والله عدنا بدينا نحن من شهر 5 في هذه، كل تقريبا كل شهر عندنا فيلم، في جاي بعد افلام حتى شهر 1 يعني 1/12 بيكون بعد فيه افلام، حتى قبل يومين قبل المهرجان حتكون في افلام. طبعا هو وقت الوقت الصعب الحين المهرجان، وان شاء الله بتشوفون احسن افلام للمهرجان كالعاده. مفاجاه وقلت لك عليها، اذا ما صارت مفاجاه ان شاء الله لازم ننتظر شويه، لانه خلال الشهر توضح الصوره بشكل اوضح.